قناة فان فاس بريس، مرحبا بكم. حنا الان داخل متحف السينما بمدينه وردزات، تلتقي بالسي محمد بوهو يحيى باش يعطينا واحد النبذة يعني حول هذا المتحف، امتى دار وشنو نوع الافلام اللي تم الانتاج ديها داخل مدينه وردزات. السي محمد مرحبا بك. مرحبا سيدي، السلام عليكم. اول نعطينا نبذة تاريخيه حول هذا المتحف تاع السينما، امتى دار في مدينه وردزات؟ متحف السينما دار في 1981، هذاك اول استوديو ديال السينما في وردزات. قدر دابا عندنا 4 ديال الاستوديو دي فيلم ديال هذا اللي بناه باولو بيجيتي ديال لا سوسيتي ايطاليا اندروميدا. لا سوبرفيسي ديالو تقريبا 2 هكتار اي توتافيون بوليستيرين. وهذا المتحف السينمائي نوطامون ديال التورناج ديال ليستوار ديال لا بيبل كوم لو تورناج ديال دافيد سولومون ايشيفا جوزي كريست جوزيف لارش دو نوي de la nouvelle version de Ben Hur, qui est l'Apocalypse, qui est le tournage du film allemand Le Qiddis à Johanna, ou qui est le film la première partie de l'Indiana Jones, ou qui est les 10 commandements, et les dernières tentations de Jésus-Christ de Barbara Hershey, Abraham de Richard Harris Barbara Hershey, et la tente rouge, le cathédrale de la Jacob, qui est 10 jumeaux. اخر فيلم يونايتد تورنا هو لي زاك دي زابوت صافي تقريبا 3 سيمين. يعني باقي الافلام تتنتجوا في هذا المكان؟ لا، مازال الافلام كيتنتجوا، الافلام كبار كاع تقريبا هادي 3 شهور كانوا داروا لا دوزيام بارتي ديال غلادياتور اللي ديال الممثل الامريكي الكبير. الجزء الثاني تاع الفيلم الجزء الثاني ديال غلادياتور، ما الجزء الاولى تورنا في 2000. باقي ما خرجش النسخه الثانيه؟ لا مازال، حقيتاش تقريبا مازال ما كملوش لي ديرنيغ سين ديال لا ديزيام بارتي في مالت اكوز دو لا غريف ديال هوليوود. البعض يقول بان المستوى تاع الانتاج تاع الافلام في مدينه وزارات تراجع، يعني وقع رانا مثلا مع الثمانينات والتسعينات القرن العشرين، شنو تتفق مع هذا الراي؟ فعلا المستوى ديال الافلام هنا في وزارات تراجع بزاف، تقريبا من 2000 الفوق تقريبا تراجع بزاف. لحد الان ما كنستقبلوش بزاف ديال الافلام. كانت واحد الوقت تقريبا يدوزو 10 الافلام في العام، 15 فيلم كبار اللي كان كاع لي شادين دي زوسكار، لي غون اكتور، لي غون بروفيسيونيل دي سينيماتوغرافي دي موند اونتي كانوا تيكونوا هنا. ولكن مازال دابا والله نقصوا بزاف، ماشي بزاف. مناش من عام اللي بدا التراجع؟ والتراجع تقريبا من 2000 الفوق، تقريبا 2005 ل 2006 الفوق ما بقاش الافلام بزاف ورجزت. وعلاش السبب؟ السبب يمكننا نرجعوا ديال المسؤولين اللي ما كيتحركوش، للجامعات المحليه والجامعه ديال الجامعات القرويه. المسؤولين ديال السينما ما كيتحركوش باش يجبدوا بزاف ديال الافلام. وكاين ثاني المنافسات ديال لي ريجيون ديال المغرب، كاينين اي ريجيون دابا تيكون عندها البلاطو التورناج ديالها بحال الجديده، الصويره، فاس، الرباط، مراكش، طنجي. هذا هو من الاسباب اللي خلات الترجع ديال التورناج ديال الافلام فورزيزات. هناك من تيقول بان وردزات في حاجه الى مهرجان دولي للسينما باش يعطي لهذه المدينه واحد الاشعاع سينمائي وسياحي، واش تتفق مع هذا الراي؟ فعلا وردزات هي اللي كتستحق تنظم ديال فيستيفال ديال الفيلم في وردزات، ماشي في مراكش. لقيتها هي اللي عندها الاستوديوهات كبار، هي اللي كتستقبل بزاف المنتجين الدوليين. كاينين افلام محليه مغربيه ولكن الدوليين كبار، وبالنسبه لوردزات هي اللي كتستحق تنظم في المهرجان ديال السينما ماشي مراكش. واخا هما تيهضروا على كاباسيتي اوتيليير، ولكن عندنا فعلا شي 6 ولا 7 لي زوتيل مازال سادين. ايوا نطلبوا الله شي مسؤولين يتدخلوا باش هاد لي زوتيل يوليو مفتوحين، يستعينوا في العمل ديالهم، وباش تكون واحد التنميه تطور ديال المدينه. التمول السياحي، وتنعرفوا احنا في مدينه وردزات، وتنعرفوا بان مجموعه من السكان مدينه وردزات تشاركوا في الافلام العالميه. بالنسبه لك شنو هي اهم الافلام اللي شاركتي فيها انت؟ وشكون الابطال ديالها؟ انا شاركت بزاف ديال الافلام، تقريبا نقول لك 30 فيلم دي كومونتير ديال الافلام. اول فيلم ديالي انا ديك الساعات مازال اوتيديون في الليسي في الباك 1997،
Ouais, le légionnaire, il y a Jean-Claude Van Damme. Oh, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, il y a Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Alain Chabat. Chaque Cléopâtre, il faut c'est mieux mieux, c'est une mobilisation, une intimité d'Alton, Léonore Varela. Chaque, les règlements de l'engagement, Ertibat, il faut c'est mieux, c'est une, mais Samuel Jackson, Ben Kingsley, Tommy Lee Jones. آخر فيلم ديالي كان تقريبا في 2002 2002 مع براد بيت و روبرت ريدفورد، سباي جيم، لعبة التجسس. شنو الفيلم اللي بقى عالق لك في الذهن ديالك من بين هذه الافلام هذه؟ لي ريغلومون دو لونجاجمون، علاش؟ قصة زوينة، يعني واخا هي قصة سياسية لا بروباغاندا أمريكان، لكن كتبقى فيلم زوين. شكرا تيبو، شكرا جزيلا متتبعي قناة انفاس بريس، نتمنى اننا نكون اعطيناكم واحد الاحاطة بالمتحف السينمائي وبالانتاج السينمائي داخل مدينة وزرزت. شكرا جزيلا، الى اللقاء.